السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتني جدا من اخر فيديو عملته. في فيديو النهاردة بقى هنعمل الفراخ المقرمشة. هعمل الفراخ المقرمشة على الطريقة الكورية. التتبيلة بتاعتها بجد حلوة قوي، هتجربوها وهتشوفوا انها احلى بكتير من اي فرايد تشيكن بتتباع في السوق. هوريكوا ازاي نخلي الفراخ بتاعتنا تكون مقرمشة والقرمشة بتاعتها تفضل لوقت طويل قوي. هوريكوا قد ايه الفراخ طالعة مقرمشة معايا. اهم حاجة بقى في الفرايد تشيكن انها تكون مستوية من جوه وما يكونش فيها دم بعد التسوية. هوريكي قد ايه الفراخ بتاعتي مستوية من جوه. فراخ مستوية جدا من جوه وطعم الفراخ نفسها حلوة قوي من التتبيلة اللي هنعملها دلوقتي مع بعض. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك، ويلا بينا على طول نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجة هنبتدي نجهزها هي الفراخ. انا استخدمت الدبابيس والوراك. لو انت حابة تستخدمي الفرخة سليمة هنجيب فرخة بس يفضل يكون وزنها اقل من كيلو، ونقطعها لتمن اجزاء. هنبتدي بقى نجهز المحلول اللي هننقع فيه الفراخ. في حلة على النار ضفتي فيها لتر من المية، هضيف عليها معلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من الملح، هضيف كمان قشر برتقان وورق لوري. هخليهم كده يغلوا لمدة 5 دقايق على النار، وبعد ما يبردوا تماما هضيفهم على الفراخ. المحلول ده بقى بيخلي ريحة الفراخ حلوة جدا وبيضيع اي ريحة وحشة بتكون في الفراخ. هغطيها بقى كويس قوي بالبلاستيك راب وهسيب الفراخ منقوعة في المحلول لمدة 4 ساعات. المحلول ده بقى بيخلي الفراخ بتاعتنا تستوي بسرعة وتفضل طرية من جوه مش ناشفة. هبتدي بقى اجهز التتبيلة اللي بتخلي طعم الفراخ نفسها حلوة قوي. اول حاجة معايا كوبايتين من اللبن الرايب. نسبة الحموضة اللي بتكون في اللبن الرايب بتطري الفراخ واللحوم عامة، فلما بنيجي نسويها بعد كده الفراخ او اللحوم بتستوي معانا بسرعة وبتفضل طرية من جوه. بالنسبة بقى للتوابل، اول حاجة هضيفها معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة كبيرة من البصل البودر، معلقة كبيرة من الثوم البودر، معلقة كبيرة من المستردة البودر، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الملح. هقلب دول كده كويس قوي مع بعض. خلطة التوابل دي بجد بتفرق جدا في طعم الفراخ. هبتدي بقى أضيف الفراخ. وأقلبها كويس قوي في التتبيلة. أنا هسيب الفراخ منقوعة في التتبيلة ليلة كاملة. الفراخ كل ما بتقعد وقت أطول في التتبيلة بيبقى طعمها حلو قوي، ولما بنيجي نسويها بعد كده بتبقى الفراخ طرية معانا وبتستوي معانا بسرعة. هبتدي بقى أغطيها بالبلاستيك راب وهسيبها في التلاجة لمدة 24 ساعة. لو انت ما عندكيش وقت ومستعجلة، بعد ما تتبليها تقدري تستخدميها بعدها بساعتين او 3، لكن الافضل ان انت تسيبيها ليلة كاملة في التلاجة. هنيجي بقى بعد كده لخليط التغطية. معايا 3 كوبايات كبار من الدقيق، هضيف عليهم 3/4 كوباية من النشا. بالنسبة بقى للتوابل اللي بتفرق جدا في طعم الفراخ المقرمشة، معايا معلقة من الثوم البودر، معلقة من البصل البودر، معلقة من المستردة البودر، نص معلقة من الجنزبيل البودر، نص معلقة من الشطة، ومعلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة من الفلفل الأسود. هضيفهم بقى على الدقيق، وهضيف كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر لما بنضيفه على خليط الدقيق بيخلي الطبقة الخارجية للفراخ هشة وخفيفة، ما بتبقاش ناشفة كده ومكتومة. بجد بيفرق جدا في الطبقة الخارجية بتاعة الفراخ. هقلبهم كده كلهم كويس قوي مع بعض. بالنسبة بقى لخليط الدقيق والنشا اللي احنا عملناه دلوقتي مع بعض،
هاخد منه مقدار كوباية كبيرة. كوباية الدقيق اللي احنا اخدناها هضيف عليها 2 بيضة، وهضيف كمان كوباية الا ربع من المية. هقلب الخليط ده بقى كويس جدا، واحاول ان انا ما يخليش فيه اي كتل خالص من الدقيق. في الوقت ده بقى هطلع الفراخ من التلاجة واصفيها كويس جدا من التتبيلة. هنزل بقى قطع الفراخ في خليط البيض، هقلبها كده تقليبتين وانزلها على طول في خليط الدقيق. هقلب الفراخ كده في خليط الدقيق، يعني نحاول نقلبها كده كام تقليبة. بعد كده هاخدها وابتدي اخبط عليها كده جامد، هلاقيها على طول ادتني الشكل الحلو بتاع الفراخ المقرمشة بدون اي تعب وبدون اي مجهود. هبتدي بقى احضر الزيت اللي احنا هنقلي فيه. اول حاجة لازم الزيت يكون غزير علشان الفراخ تستوي مظبوط. تاني حاجة بالنسبة لدرجة حرارة الزيت، لازم الفراخ تنزل في درجة حرارة متوسطة، لان لو الزيت سخن قوي الفراخ هتنزل فيه هتتحمر بسرعة ومن جوه هتكون لسه طرية. هسيب بقى الفراخ تتحمر لمدة 15 دقيقة على نار هادية. ده بقى شكلها بعد ما اتحمرت معايا. شوفوا قد ايه واخده لون ذهبي حلو، وقد ايه واخده الشكل الحلو بتاع الفراخ المقرمشه بدون اي تعب خالص وبدون اي مجهود عملناه. الطعم بقى والريحه بجد ما اقولكوش عامله ازاي. ده بقى شكل الفراخ العسوله بتاعتنا بعد ما خلصتها كلها، بجد شكلها حلو قوي والطعم احلى بكتير كمان. الفراخ شاربه كويس قوي من التتبيله، طعم الفراخ نفسه حلو قوي، الطبقة الخارجية بتاعة الفراخ مقرمشة جدا. الفراخ ما شاء الله مستوية جدا من جوه وطعمها بجد تحفة. اوعدكم ان انتوا بعد الفيديو ده مستحيل تشتروا اي فرايد تشيكن بعد كده من بره. جربوها وقولولي رأيكم فيها ايه في الكومنت. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو يعجبكم، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي اتمنى ان انتوا تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يوصل لكم على طول. بالهنا والشفاء مقدما لكل اللي هيجربها، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد قريب. باي باي.